خارق من هيغوين الغاء بالإصابة. هذه كرة أخرى خطيرة الآن مسعود أوزيل، لا أعتقد أنه يضيع مسعود أوزيل فنان، لا مسعود أوزيل يسجل، مسعود أوزيل يضع ريال مدريد في النهائي، مسعود أوزيل يفتح رجل المباراة والأمسية، يقدم شعار ريال مدريد، يلهب بدرجات سانتياغو برنابيو، يفرح الاتحاد الإسباني القدم لأنه يضمن له 15 مليون يورو من الأرباح، ويقدم لنا المتعة من خلال كلاسيكو نهائي، من خلال مباراتي كلاسيكو في الدوري والكأس في 4 أيام من شهر 4. الآن إشبيليا يصبح خارج الحسابات، الآن حامل اللقب يترجل ويتخلى عن لقبه، لأن إشبيليا الآن بحاجة لهدفين كي يزيح ريال مدريد ويتأهل هو، وهذا أمر أعتقد أنه صعب جدا لن أتحدث عن المستحيلات في كرة القدم. وهذه التمريرة كان مسعود أوزيل غير مسلم، لاحظوا قلت لا يضيع مسعود أوزيل، هو ليس كريستيانو رونالدو المتراجع المستوى ولا بنزيما المهاجم الذي يضيع برعونة، هنا لاعب فنان.